السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في صحه جيده وكانا مزيانه ان شاء الله. مهم كيف ما كتشوفوا اليوم خرجت الكليبات اللي عندي مخصرين، الكليبات اللي عندي روفيكس، خرجت سيزار، خرجت ناتاليا، بوسما وايفا. مهم خرجتهم اليوم، خرجت بوحدي المصور خافي خرج معايا، عيطت له قلت له اجي تصور لي، قال لي جابني خارج بهم وهو يطلع فوق واحد الحيط وطلع، قال لي لا وانا والله ما نمشي معك. مهم كيخاف من هادو، كيخاف من ايفا وناتاليا، اضطريت انني نجي بوحدي، ما يمكنش نبقى نخرج الاخرين دائما. مهم نوريكم بعدا السيستيما باش خارج. ايفا وناتاليا ما تقدش نطلقهم، خليت السلسله ديالهم مشروكه باش الى وقع ما وقع نقدر نلحقهم نشدهم. كنخاف يشوفوا شي كسيبه ديال عباد الله ولا بقار ولا شي حاجه ويديروا لي شي مشكل مع شي واحد، دونك اضطريت نخليهم هكا حيت هنايا كيكونوا الدراري كيضربوا دويره كيزولوا القنط، ديك الشيء علاش كنخاف يهجموا لي على شي واحد. ربطتهم هكا مزيانين. بصمة كيف ما كتعرفوها هو راه هو دبار على راسو، ها شي صمة باقي كاع ما بديتش نلعب معاه، قلت ما نلعبش معاه حتى نبدا التصوير. المهم يلا جريتهم شي شويه جراو ولعبوا، دابا هانتوما كتشوفوهم غاديين مكالمين. ناتاليا يا الغزاله يا الغزاله، ناتاليا تبعت البارح. المهم شبرت فيها العربون، شي دراري غادي يجيو هاد اليومين ان شاء الله غادي يديوها تمشي ترتاح شي شويه. الدراري بينا فيهم غادي يتهلاو فيها حيت هما عندهم الذكر ديال الصطاف، عندهم واحد الذكر زوين ندير بحال بوصمة بحال هذا، وغادي يديوها هي يربيوها ويكفلوها معاها الى اخره، الله يعاونهم الله يجيب لهم السهل والتيسير. المهم انا الامنيه ديالي هي انهم يتهلاو فيها، واي واحد دا من عندي شي كلب، اي كلب داز عندي كنتمنى انه نبيعو لشي واحد اللي هو غادي يتهلا فيه. اي او دابا خصنا نشوفو شي صما نلعبو مع ابو صما. والو جبت له التينيسه غير شد هذا لا باق مشات، جبت له الكره باق مشات، يعني هذا الحل ديالو هو الصم. ها هو دابا واخا ما تلوحلوش هو كيمشي كيقلب عليهم وكيجيبهم. انا حاول نزولها له. اجي ابو صما طلق غتكي عليا، مسخر. يلا شي شي أرا عرفتي شنو كان غادي يوقع. كنتو غتموتو عليا بالضحك. كانت ايفا غدوز من هنا وناتاليا من هنا وغيجري وغيردخوني انا على جوج دراق، غنجي على راسي. المهم ما شفتهم راه هما فين مشاو، مشاو كيقلبوا على الحجره. كاين هنايا الناموس بزاف الا لاحظتو حتى في الكاميرا، راه كي واخا ما كيبانش مزيان، المهم راه كيبان. ايه بيان ايفا وناتاليا محنين شي شويه ما واخدينش راحتهم بالحق، اللهم السلامه ولا الندامه، اللهم هكا هما ما مرتاحينش ولا يبيتوني انا اليوم ما مرتاحش ويديروا لي الصداع مع شي واحد. بصمه ما بغاش يتشك، راه هو باقي كيقلب على الحجره. بصمه ما عرفتش واش لقى الحجره ولا باقي. اليوم انا غادي نمشي مطوبع بالناموس. مهم بلا ما نقول لكم اليوم عندنا الناموس بزاف هنايا في طنجة. ابو صما جاي ما تقول ليش جابها، الا جابها راه ما عندك ما تسلو، كتعرف شحال ديال الربيع. نحاول نطلعهم لفوقي باش كيبان لي الا كان شي واحد جاي ولا هادي، باش نعمل الحساب ديالي بحيث ملي كنخرج الكلاب هكا قباحين ضروري كتخاف. نشوف انا غادي راني سالت لهم يا شمن غادي تسلت لهم عندكم يا تسلت. ناتاليا ما نعرف شنو شافت في التحت، هي مولات المشاكل. سيزار لاصق فيا هذاك ما كيتفكش معايا. ناتاليا وإيفا واحدين هي مع السلسلة اللي مع بعضياتهم، وخديرها لهم طويلة.
ولكن ما عندنا ما نعملو. هذا هو ظهرهم بصمة، هو راه جاب الصمة واخيرا ما عندنا ما نسالو له. هذيك بصمة زينة العالم. في هاد الوقيتة وهاد الجو نقدروا نخرجوا في شي حلوف هنايا. المهم دابا حتى الا خرجت في الحلوف ما عندي مناش نخاف، عندي شكون اللي غادي يكالي عليا الضربه. كلي ناقص سيزار. ايه بون شيان، بيان بيان ناطاليا الغزاله غادي تمشي مسكينه ما صاحيش بيها، ولكن ما عندي ما نعمل راه خصني نشوف. المهم على فكره انا راني كنصلح المحل اللي في السوق، راني بديت الاصلاح. مهم اليوم كملت الصباغه والسدور داري قلي شي لعيبات في الريدوات. دابا ان شاء الله بقى لي التريسيان، غدا ان شاء الله غادي يدوز. هي هذيك غدا غادي يدوز التريسيان ونسكسفو على ديك القفوصه اللي تما ونعقمو المسائل، وكنتمنى يوفقني الله ونعمر المحل. دابا ندير لكم شي فيديو تشوفوه ونشوفوا الدنيا كيفاش كتبان. دابا حنايا عندنا المغرب يلاه ودن، مش عارفونيش من ساعة صورت هادشي. هذا راني جبت لهم غير الماكلة وغادي نعطيهم الماكلة وغادي نهود في حالي. المهم وقلت انا نستغل الفرصة نعطيهم بعدا نفرجهم بعدا يلعبوا شي شوية ما نحرمهمش. هما راه لاصقين فيا مجموعة قصارى اليوم كان جا معايا الولد. تمنى لكم شي فيديو مزيون، ما قنعنيش هذا الفيديو هذا، ولكن ما عندنا ما نعملو. المهم خرجنا حنا كنقلبوا على كنخاف يمشيو يتلاقاو لي مع شي كسيبه ديال عباد الله، هذيك الشيء علاش يسمحوا لي على التصوير. ضروري كنرد بالي مع الطريق ما تكونش شي كسيبه ديال الناس ويهجموا لي عليها، حيت ايفا وناطاليا قباحين بزاف والجوج الاخرين حتى هما قباحين واخا كيسمعوا الهضره، ولكن الا شافوا الاخرين هجموا راه نورمال حتى هما غادي يهجموا. ميمكنش يشوفوهم هجموا وما يهجموش. ولكن اخباركم زعما الا خرجنا في شي ارنب شي قنيه ولا شي حاجه ما تزقلهاش ايفا، ولا شي حلوف الا خرجنا في شي حلوف ما يزقلوهش ما يتفكوش معاه. المهم الحمد لله هنايا راه ما كاين حتى شي واحد، الدنيا خاويه رحنا واخدين راحتنا. حتى الكليبات كل ما كانت الدنيا خاويه كل ما مزيان. هما تما الربيع طويل ما كيبانوش. بصمة، شوف بصمة ما يبان لكمش كاع، سبحان الله العظيم ديك اللون ديالو عليها كيقولوا له عسكري، يعني العسكر اختاروا هذا اللون هذا حيت ما كيبانش في الارض. اش بصمة اش اجي نلوحو له الصمة يمشي يتريني شي شويه. اش هاي خلي لك هذيك، هاي بصمة ها احماق على الصمة ولا هذيك. ها هو جاي فين غنلوحوها له؟ فين وما لحال ولا اجي. واش سيزار اللي بان لي لتحت ولا شي حاجه نقزت تما؟ دابا واخاش كيبان هما كيقلبوا. دابا غتشوفو مجراو مورا شي حلوف كيكونوا الحلالف هنايا. ايفا خصها ترجع عندي وناطاليا خصها تهبط وما تفهموش كي تجابدو. المهم اخوتي بدا الظلام كيطيح، بدات الكاميرا كتبان لي ما كتبين لكم والو، غتبقاو تشوفوا غير الدنيا مدشه.
المهم انا خرجت هاد الخريجه قلت علاش لا ما نمتعش معايا الدراري يكونوا جالسين دابا قنطانين بعدا يفوجوا شي شويه واخا يعاد 10 دقائق. المهم كنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كيعجبوكم وكنتمنى المحتوى ديالي يكون زوين واخا انا عارف الكاليتي ديال التصوير والكاليتي ديال الصوت عندي شي شويه ناقصه حق راني مديباني دابا في التليفون مع جات هاد الجائحه هادي في الطريق داكشي علاش ما قدرتش انني نوفر شي كاميرا. كنت غادي نشري واحد الكاميرا مزيونه دايره 7000 درهم تاك كنت غادي ناخذها وصافي منين جات هاد كورونا وهادي ما الامور ما تيسراتش ما قدرتش انني ناخذها داكشي علاش. ولكن كنوعدكم ان شاء الله تيسر عندي الامور غناخذ شي كاميرا باش غادي نبقى نصور لكم فيديوهات في المستوى وبكاليتي زوينه لا في الصوت ولا في التصوير. المهم كنتمنى انكم تقبلوا عليا هادشي اللي كاين وما كرهتش تدعمونا وتعاونوا معنا في هذه القناه هذه وتبارطاجيو مع الدراري صحابكم وتنفعلوا مع الجرس باش يبقى يوصل لكم كل جديد. المهم هادشي اللي كاين وهذا هو المحتوى ديال الفيديو هذا وكنتمنى يكون عجبكم وكنشكركم بزاف كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم وعلى ديك لي كومونتير الزوينين اللي كتكتبوا لي. شكرا بزاف بزاف والى اللقاء.